نورا من مواليد القاهرة، وهي شقيقة الفنانة بوسي، وحاصلة على بكالوريوس تجارة، واعتزلت التمثيل في عام 1996 وارتدت الحجاب. نورا حوالي 64 سنة تقريبا دلوقتي، وهنشوف أسرار عنها وعن زيجتها. تزوجت الفنانة المعتزلة نورا أولا من الفنان حاتم ذو الفقار، وكان من أشهر الزيجات الفنية والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن في ذلك الوقت، وكذلك أيضا الأدباء والمثقفين، وقد أقيم حفل الزفاف في قاعة بالمادور بفندق الميريديان، وأحيت الحفل الراقصة سحر حمدي، وكان من ضمن الفنانين الذين حضروا بالطبع الفنان نور الشريف ومديحة كامل وعادل إمام ويحيى الفخراني وفريد شوقي ومحمود ياسين وفاروق الفيشاوي ويسرى وليلى علوي ولبلبة ومريم فخر الدين ومحمود عبد العزيز، كلهم نجوم فوق العادة. آدي حاتم ذو الفقار ونورة في الفرح، وهشوف صور من الفرح. آدي بوسي بينهم هما الاتنين، وادي انا نور الشريف بيبارك لهم. كانت مصر كلها اتكلمت عن الحدث ده، وادي محمود عبد العزيز، وحتى التورته كانت خياليه. وفي صور قديمه تظهر نوره وهي عروسه بفستانها الذي لفت انظار الجميع اليها لانه كان مصنوعا من الستان دوشيس، ومشغولا بالترتر والأحجار الملونة والألماس، وتكلف الفستان 10,000 جنيه، وبلغ طول الفستان 3 أمتار ونصف، واكتفت نورة بتاج من الألماس على رأسها من غير طرحة. طبعا 10,000 جنيه وقتها كان مبلغ مهول. دي صور من الزفاف، أنا بيلبسها العود. كانوا من أشهر الممثلين في ذلك الوقت. وادي هنا نور الشريف بوسي، وادي شايفين التورتة حوالي 10 أدوار تاني. ومما يذكر وجود صورة نادرة تظهر فيها الفنانة الكبيرة نورة في حفل خطوبتها على المنتج الراحل محمد حسن رمزي، وذلك في ديسمبر عام 1987، وكان برفقتهم الفنانة هدى رمزي شقيقة المنتج الراحل. أدي هنا صورة نادرة، كانت نورة وخطيبها اللي هو شقيق هدى رمزي، ده المنتج حسن رمزي. وادي نورة اللي احنا عارفينها طبعا قبل الحجاب. وفي أوائل التسعينيات كان حديث المجتمع المصري عن قصة زواج هشام طلعت مصطفى بنورة، ولم يكن يعرفه أحد ساعتها إلا أنه الشاب ابن طلعت مصطفى عضو مجلس الشعب الأشهر في الإسكندرية. ده هشام طلعت مصطفى، طبعا معروف خصوصا في اسكندرية، بنى الفور سيزون. نور الشريف زوج شقيقتها، وفي مقام شقيقها كان رافضا لهذا الزواج، حيث أن نورة كانت تكبر هشام ب3 سنوات، فهي من مواليد 18 يونيو 1956، بينما هشام من مواليد 9 ديسمبر 1959. اسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد أدري، وتشترك مع هشام في أنهما خريجة كلية التجارة، بعدما طلب والد هشام منه أن يترك كلية الهندسة ويدرس بالتجارة ليتولى أعمال. المهم بعد الضغط تزوج هشام منور حيث كان يعشقها، وذلك بعد زواجها من الممثل حاتم ذو الفقار، وتم الطلاق بعد فترة قصيرة. وبعد زواج نورة بهشام اعتزلت وارتدت الحجاب، وتطايرت شائعات عن قصة طلاقه لها أكثر
من مرة. دي نورة، وهنشوف بعد شوية بقى قصة اعتزالها وارتداء الحجاب جت ازاي. ورغم تأديات نورة للأدوار النمطية إلا أنها كانت نجمة العمل في المسلسلات والأفلام، بل تفوقت في النجاح على شقيقتها بوسي، ووقفت أمام عادل إمام في أكثر من 4 أفلام ومحمود عبد العزيز، وكونت مع نور الشريف ثنائيا ناجحا بالسينما والتلفزيون، جعل الكثيرين يعتقدون أن نور زوج نورة وليس بوسي من شدة نجاحهما معا، مثل العمل المتميز ضرب شمس ومسلسل أديب. وعن قصة اعتزال الفنانة الكبيرة نورة شقيقة الفنانة بوسي، قالت عفاف شعيب: من يصدق أن نورة اعتزلت وارتدت الحجاب في بيتي؟ نعم، داخل شقتي، ومن قبل أن أعلن أنا اعتزالي بعدة شهور. أنا كنت متعودة قبل اعتزالي أن أتناوب ختم القرآن في بيتي مرة، وفي بيت كل فنانة من صديقاتي مرة أخرى. وكان من بين هؤلاء الأخوات ياسمين الخيام ونورة ونسرين وهناء ثروت وهناء السعد، شقيقة رجل الأعمال أشرف السعد وهالة الصافي وغيرهن. المهم، كان ختم القرآن ذات يوم في شقتي بالمهندسين، كنت صايمة في هذا اليوم، كان يوم 2، وحضرت الحاجة ياسمين الخيام. اقتربت منها وسألتها عن الإشارب وهي تتجه معي إلى غرفة المعيشة، لكنها ظلت صامتة وطلبت مني أن أنصت إلى القرآن، وكان القارئ وقتها يتلو سورة مريم. وفي هذه اللحظة وصلت الفنانة نورة، وقفت خاشعة وكأنها تستمع لهذه الآيات لأول مرة، اهتزت بشدة وكانت تبكي بصوت مسموع، ثم همست وهي تنظر إلينا جميعا: أنا يا جماعة خلاص. اندفعت الحاجة ياسمين الخيام وقبلتها وسارت بيننا فرحة طبيعية، إلى أن سألتني إحداهن: وأنت يا عفاف؟ فقلت بلا تردد: أنا على وشك. كانت خلاص. وعن فرحة الفنانات المعتزلات بانضمام نورة إلينا: فحدث ولا حرج. هنا نورة بعد ما ارتدت الحجاب، هنا مع بوسي في أحد الجنازات، وهنا صورة تانية ليها وهي مرتدية الحجاب. وفي 15 مارس 2015 احتفل النجم الكبير الراحل نور الشريف بزفاف نجلته الكبرى سارة، وسط حفل عائلي للغاية لم يحضره سوى أهل العروسين، حيث لم يحضر من الوسط الفني سوى الفنانة الكبيرة المعتزلة هدى رمزي، نظرا لصلة الصداقة والود القريبة للغاية التي تجمعها بالفنانة بوسي والنجمة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، واللتان تجمعهما صلة صداقة شديدة وأخوة مع الفنانة بوسي، فضلا عن خالة العروسة الفنانة المعتزلة نورة. وكان هذا أحدث ظهور لها ساعتها، بالإضافة إلى المنتج محمد فوزي لقربه الشديد من النجم الكبير نور الشريف، حيث أنه منتج مسلسلاته الأخيرة وأقرب أصدقاء. وكانت هذه الصور الجميلة، أدي نورة اللي على اليمين وبوسي وإلهام شاهين، وده كانت خطوبة سارة اللي هي ابنة الراحل الكبير نور الشريف وبوسي. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.